الشيخ صلاة تميل بهم، أن تميل بهم معناها تميل بهم الأرض اللي تقع فيها الزلازل والكوارث. لا يشفع الملائكة إلا لمن ارتضاه الله. معناه أي ولد أو زوجة أو هذا هو الذي يلهى به الولد والزوجة. كانتا رتقا السماوات والأرض، كانتا في بداية الخلق شيئا واحدا، رتقنا أي مجتمعتين، ففتقناهما فرق الله بينهما بين السماوات والأرض، فهذا في أصل الخلق. معناه أوحينا إليهم ما يفعلون من الخيرات، معناه علمناهم فعل الخيرات. نعم.